مهرجان أصدر الستار جالو كان أهم الحواج اللي وقف لك لوتشو مهرجان اللي كان فيه مشكل كبير من ناحية الحضور ديال بزاف ديال النجوم ما كانوش كان عندنا مشكل واحد آخر اللي هو غياب الصحافة في المهرجان تكون راحتو أنا ملي كتشوفوا لي ميكرو اللي عند الأرتيست ما كاينش المنابر الإعلامية اللي التلفزيون معروفة اللي هي يا أغري إتسيتيرا اللي هما منابر إعلامية كانوا دوبي توجور كتلقى غير الميكرو ديال لي باج انترنيت ولا منصات التواصل الرقمية باش نهضروا في هذه المشكلة اللي تري تري غراف اللي ما عرفناش علاش هاد لو شو ديال الفيستيفال انه عطى لي ليسونس لي زاغريمون بزاف ديال المنابر الاعلاميه معروفه ما خداوش لي انفيتاسيون لي زاغريمون العام كاينه معنا اون ديريكت الصحفيه نورا فواري اللي هي صحفيه في جريده الصباح وصاحبه الموقع اش نيوز نورا مساء الخير مساء النور نورا بيان سور غنيه عن التعريف الصحفيه الكبيره كبيرة سنا ولا حجما لا كبيرة قيمة ومهنيا وبيان سور انت هي مديرة الموقع اش نيوز مرحبا بك معنا نورا الله يبارك فيك ميرسي ابتسام شكرا للطاقم ديال غوسيب وديال شادة مرحبا لله نورا اصدر الستار على مهرجان مراكش فيستيفال دو مراكش نهار السبت 2 ديسمبر كانت لا كلوتور ديال الفيستيفال حصيلة بالنسبة لك واش متوسطة كمهرجان في الإديسيون ديالتو 2023 هو يصعب يعني الحديث على هاد الإديسيون فقط ربما المهرجان يعني حضرت أنا دورات كثيرة منه وأتذكر جيدا أنني كنت قبل سنوات كتبت مقال أو صفحة كنا درنا تغطية خاصة للمهرجان وأتذكر جيدا العنوان كنت كتبت في الصباح جريدة الصباح مهرجان مراكش يحتضر هادشي قبل سنوات عديدة كان واحد الوقت توقفت الدورة اللي من مراها على أساس أن يتم إعادة النظر في مجموعة من الأمور وكان الحديث على أن يعني الطاقم الفرنسي غادي يتخلوا عليه وغادي يجيبوا يعني خبرات بريطانيا وألمانيا من بعد سيرجع المهرجان ولكن بنفس الطاقم الفرنسي المسيطر دائما وكأننا احنا اللي معروضين عندهم في بلادنا ماشي هما اللي جايين لعندنا سيرجع بنفس ما نقولش نفس وإنما يعني يتدهور الجودة ديال اللقاءات النقاشات السينمائية نوعية الضيوف اللي كتحضر المهرجان يعني باستثناء اسم أو اسمين أو حتى ديال ثلاثة الأسماء غير كافية من أجل تعطي واحد الإشعاع للمهرجان تهضر لك على الضيوف الأجانب يعني كنا تنتذكروا فاش كانت تكريم السينما المصرية كانوا مجموعة من النجوم المصريين نور الشريف دار واحد الماستر كلاس من أجمل ما يكون كوبولا كان يعني كنتي كتسمعي مجموعة ديال الأسماء وازنة في دورة واحدة اليوم كنشوفوا نفس الأسماء تتكرر مثلا مارتن سكورسيزي اللي ما جاش هالدورة ولكن يعني مارتن سكورسيزي جا دورات كثيرة وأن ربما كان إلى ما خدتنيش الذاكرة كان في لجنة التحكيم من بعد جا الماستر كلاس من بعد جا كشي حاجة ديال بعض الورشات يعني الاسم ديال سكورسيزي تلمو تكرر في المهرجان حتى أصبح مبتدلا أسماء مثل يسرى مثل إيناس ديغيدي يعني هذا الفلسطينية شنو سميتها واحد الفلسطينية تتكرر تقريبا هي كل دورة أو دورتين يعني إلهام شاهين قيمة النجوم ونوعيتهم ما بقيناش كنشوفوها في المهرجان هذاك نوعية النجوم يلي تتعطي له إشعاع إضافة إلى ذلك كانوا الناس اللي تيديروا التغطية للمهرجان يعني صحافة متمكنة كنا كنشوفوا يعني انتقادات كنا كنكتبوا داكشي اللي تنبغيو اللي تنشوفوا بدون زواق بدون مكياج وكانت الإدارة ديال المهرجان أو إدارة مؤسسة المهرجان تتقبل جيدا جميع أنواع الانتقادات بل أكثر من ذلك كانت تأخذه بعين الاعتبار مجموعة ديال الأشياء اللي كانت تكتب في الصحافة وكان تذكر جيدا أن رئيس مؤسسة المهرجان اللي هو الأمير منير شين
كان حريصا على زيارة المكتب الخاص بالصحافة في كل دورة. كان دائما تيدير واحد الجولة المكتب الخاص بالصحافة وتيشجع الصحفيين وتيثني على العمل ديالو، وكان حريصا على أنه يقرأ لي جورنو اللي كيصدروا في طيلة المدة ديال انعقاد المهرجان، وتؤخذ كيف ما قلت لك الانتقادات والملاحظات بعين الاعتبار. اليوم ما تنشوفوا هذا الشيء، تنشوفوا واحد النوعية من الصحافة غريبة جدا على المهرجان. أنا لست ضدها، أنا لست ضدها، ولكن على أساس أنها تكون في تظاهرات أخرى. ملي تنتكلموا على مهرجان دولي ديال السينما وكيسعى إلى أنه يكون في لاكاتيغوري أ، لأنه مازال ما تصنفش في لاكاتيغوري أ، كنحاولوا أننا نصادفوا واحد الناس معينين، واحد نوعية معينة ديال صحفيين نقاد سينمائيين من مستوى معين، ناس اللي غادي يديروا قيمة، يعطيو قيمة مضافة للمهرجان. اليوم تنشوفوا الناس مجهولين الهوية، ما تنعرفوهم شكون، تيطلعوا في طابيغوش تيتكلموا على المهرجان، تيعطيو صورة سيئة على المهرجان، وتيعطيو صورة سيئة على الثقافة السينمائية في المغرب، لأنك تتكلم على مهرجان السينما خص الناس اللي كتهضر فيه تهضر على السينما. النوعية ديال الصحفيين ماشي غنقول لك نتحكموا في نوعية الأسئلة، ولكن يكونوا دي سوبور اللي معروفين مثلا فيهم ناس كتكتب في السينما، كتكتب في الثقافة، كتكتب في الفن، لأن هذه صورة ديال المهرجان وصورة ديال المغرب. ممكنش تعطيو نموذج سيء ديال الصحفيين المغاربة، وكأن الجميع يبحث عن البوز، الجميع يبحث. أنا أعتقد بأن ربما إدارة المهرجان أو هاد الناس المكلفين بالصحافة بالأفضل لهم أنهم يعرضوا على هاد النوعية ديال الناس، لأن ما كينتقدوا ما كيتكلموا، كل شيء كيقولوا العام زين، كل شيء زوين عندهم، وكاينين البعض كيعتقد بأنه محظوظ فقط لأنه انفيتي ديال المهرجان، حجة غير حجة فقط. وكاينين وحدين أنا كنت كنشوفهم، كنشوف ستوريات ديالهم، تيدير ستوري ديالو خاصة منين دخل لوطيل، منين علق الحوايج، منين خرج شرب قهوة، روتين اليوم، ستوريات ديالو بيرسونيل. إذا فين هو المهرجان؟ فين هو الإشعاع؟ فين هي السينما؟ شنو كيتكتب على المهرجان كمادة صحفية قيمة؟ لا شيء. من غير أو مثلا كتمشي مهرجان دولي وتتلقاي حوارات مع فركوز، ما فهمتش. دابا فركوز موجود، كاين فركوز ديالنا، قد ما بغيتو غتلقاوه. باش غنمشي حتى المهرجان ديال مراكش السينما باش دير انترفيو مع فركوز ولا مع سحر صديقي ولا مع، ما يمكنش. هذا فضاء للتلاقي سواء ما بين السينمائيين ونظرائهم السينمائيين من مختلف أنحاء العالم، لأنها تجيب أمريكان، تجيب فرنسا، تجيب طاليان، تجيب السينمائيين مختلف أنحاء العالم. هذا خصو يكون واحد اللقاء اللي كيسمح للسينمائيين المغاربة المخرجين الممثلين على أنهم يربطوا واحد العلاقات مميزة مع ناس من برا، يتعلموا منهم، يستفدوا من الخبرات ديالهم، يعرفوا كيفاش مثلا طرق التسويق ديال الأفلام ديالهم، توزيعها، يعني أشياء اللي تكون قيمة مضافة لهذاك السينمائي. وكذلك بالنسبة للصحفيين، هو فضاء اللقاء ما بين مع صحفي فرنسي، صحفي مصري، صحفي من دول يعني أخرى، يسمح هذاك التلاقي بأنك يكون واحد تثاقف، واحد النوعية ديال ماشي هذا الشيء اللي تنشوفه يعني يضر بالمهرجان وبصورة المهرجان وبصورة المغرب وبصورة الصحافة المغربية. بلا ما نتكلموا طبعا على نوعية الناس اللي كاينين في لجان القراءة، يعني الناس اللي كتختار الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، كاين واحد النوع ديال المحسوبية والزبونية غير مفهوم، مفهومش. هذاك صاحب هذاك جابوا لجنة الاختيار، ما يمكنش. يعني لجنة الاختيار خص يكون واحد الشخص اللي هو شارب السينما، عنده خبرة في السينما، كيعرف شنو هي الاختيار. كان عندك مهرجان الفيلم بمراكش كان عنده قيمة مثلها نور الدين السايل، سواء اختلفنا معاه أو كنا معاه، كتبقى السمية ديال نور الدين السايل كبيرة، قيمة عندها، قيمتها عندها كيف ما تنقولوا، تقولوا ركيزة، شي حاجة اللي هي اللي تيقول لك نور الدين السايل في لجنة الاختيار، أوكي صماش كتفكتي، ولكن مين كتلقاي أسماء لا علاقة لها، كتغني، كتمثل، كتدير، كتنقص، كتدير بزاف ديال الحوايج،
وتتعطيها واحد منصب في لجنة الاختيار، هذه صبة، هذه صبة في حق السينمائيين وفي حق النقاد وفي حق السينما وفي حق أي حاجة عندها علاقة بالمهرجان. كتلقى مثلا منسق ديال المهرجان وهو نفسه شريك ديال جونسبا، واش ممكن نتكلم على هذه النقطة كذلك؟ يعني كاين بزاف ديال كاين ان كونفلي دانتيغي، ملي تلقى منسق ديال المهرجان عاطي مثلا الاخ بي ديال المهرجان هو شريك فيه، الشركه اللي كدير الاخ بي او صاحبه الشركه هو شريكها، وكيفاش انت الشريك او ميم طون منسق في المهرجان في مؤسسه المهرجان؟ هذا سي ان كونفلي دانتيغي خصوش يكون. يعني المهرجان خصو يعاد النظر في مجموعه ديال الاشياء اللي كتتعلق به، من اجل اننا، وهذه الانتقادات اللي تنقولوها باش الناس ما تكونش غلطه، انتقادات هي لصالح المهرجان. نحن لسنا ضد مهرجان السينما بمراكش، بالعكس حنا تنفخروا به. المهرجان واحد كان ينافس واحد الوقت نورا كل عام كتكونوا في فيستيفال مراكش، كل عام كتكونوا في فيستيفال مراكش، هذا العام ماشي سهله، والناس ولاو كيخافوا منه، وتيخافوا من نوعية الضيوف اللي غادي يجيب، وتيخافوا منا بزاف ديال الحوايج. يعني حتى ما ولا كيشكل منافسة قوية، مهرجانات كبيرة وقديمة وعندها تاريخ في السينما، البلدان عندها تاريخ سينمائي كبير. اليوم حنا إلا انتقدناه راه غيرة علينا، وليس أننا ضده ولا ما بغيناش ولا نهائيا. نورا كل عام كتكوني في فيستيفال ديال مراكش دابيتود؟ نعم كل عام كتكوني في فيستيفال مراكش في التغطية. انا كنت كنمشي كنت كنمشي يعني هذا العام درت دورات كثيره. هذا العام ما مشيتيش للفيستيفال ديال مراكش نورا؟ فعلا. علاش ما مشيتش للمهرجان؟ لانني اولا ما سجلتش الاسم ديالي في، يعني ما دخلتش نسجل وما دخلتش نسجل الاسم ديالي باش نحضر، لان تبتلي تديري داك البروتوكول ديالهم باش باش كيعطيوك تأكيد ديال الحضور ديالك. أنا ما دخلتش سجلت لسبب بسيط، هو أنني ما عندي ما غنستافد في المهرجان. ما كنا حنا شحال هادي كيف ما قلت لك تتمشي تتلقي الأسئلة اللي بغيتي، ما كاينش رقابة، كتكلمي كيف ما بغيتي بحرية. اليوم تنشوفوا بأن كاين أولا ما فيش شي حاجة كمادة صحفية ما عندك ما غتاخدي، يعني ليزانترفيو كيف ما قلنا ليزانترفيو ديال الفنانين اللي هما حاضرين موجودين عندنا، يعني ما متوفرش لك ديزينترفيو مع ناس اللي هما كبار ومهمين. وأحياناً كيتوفروا ولكن لبعض الصحفيين علاقات مقربة مع الوكالة المكلفة بالصحافة، يعني غنعطيك انت انترفيو لأنك انت صاحبي، ماشي حيت انت الموقع فلان فلاني ولا حيت انت الصحفي فلان فلاني اللي كتعرف تكتب في هذا المجال أو لا عندك واحد القلم أو لا عندك واحد المسار مهني معترف به. لا، أنا تنعطي فلان نجم سينمائي امريكي مثلا لهذا لو سيبورت باسكو لو سيبورت تكتب علينا زوين ولا صاحبنا ولا تنعرفوه ولا شي حاجه بحال هكا. كاين واحد المحسوبيه كبيره شحال هادي نو سيتي با لوكا. كنا كنسجلوا الاسماء ديال الناس اللي بغينا، كيعطيونا الحوارات مع الناس اللي بغينا، تيتوفر لنا جميع الظروف من اجل يعني ناخذ تكون عندنا ماده صحفيه متميزه. كنتي كتمشي كتلقاي ندوات واحد الشكل محترم، أسئلة نوعية، يعني كلشي كتخرجي من ندوة عندك واحد المادة صحفية محترمة. اليوم هادشي ما كاينش، ما كاينش ندوات، ما كاينش ورشات، أولا بالأحرى كاينين ندوات ولكن كدوز بواحد الشكل. اليوم كاين مهرجان فيه طابي روج، طابي روج فيه جميع أنواع الكرياتور اللي ما عمرنا ما شفناها في حياتنا. غنمشي ندير أنا في هذا المهرجان، شنو القيمة المضافة اللي غيعطيني المهرجان؟ غنتسارى فيه مراكش كنمشي ليها. غنمشي لي سواغي ما بقاوش هذوك لي سواغي ما بقاوش، يعني كان واحد اصلا كنا تنمشيو كانوا دي سواغي زوينين، ولكن هذوك لي سواغي كانوا كيسمحوا لك انك تقربي من النجوم ديال المهرجان لانك كنتي كتكوني جالسه حداهم. يعني كيكون واحد الظروف زوينه اللي كتقدري مثلا تقاربيهم بواحد الشكل، تقدري تاخدي معاهم موعد في هذيك السهره مثلا اللي تتكون منظمه، لان تلقاي حداك طول الموند كلشي مجموع الصحفي مع النجوم. يعني تقدري تدوري تلقاي كيانو ريفز، كتلقاي أميتاب باتشان، كتلقاي ناس اللي هما كبار وكتقدري تقاربي بهم بواحد الشكل معين وكيقدر يعطيك مثلا تصريح او كيعطيك شي حاجه. اليوم ما كاينش هادشي، اذا يعني شنو الماده الصحفيه اللي غادي ناخذ من المهرجان؟ فانا فضلت انني لم اقول انني اقاطع، ولكن اتحفظ على انني نمشي لهذه النوعيه من التظاهرات. نورا كي قلنا ما كانوش كنشوفوا ان الفيستيفال غادي وكنحسوا بانه كينزل، لان انا هاد الدوره ما حضرتش ليها، ف
فما فهمتش واش انهما كيعيطوش نجوم كبار واش سيفولو واش الناس اللي كي انفيتي ولي زانفيتي واش هما مغاربه واش هو عادي اننا نشوفوا ناس ما داروش السينما او ناس اللي 25 عام هادي ما بانوش شفت التلفازة او في المسرحيه او هما معروضين ولا ديغي كل هذا الفيستيفال بوندون اون سيمين من لوفيرتور حتى لا كلوتور عاد كنشوفوا ان كاينين نجوم كبار منهم محمد الجم اللي ما بغاش يحضر اللي كان معروض 48 ساعه على اساس انه غادي يجي مدينه الرباط حتى لمراكش يحضر نهار واحد وعاود رجع له لوندومان واش نا ممثلات اللي كانوا ممثلات هذه 50 عام ما بقاوش كيمثلوا وكاينين وحاضرين كل نهار بالاطلالات مختلفه وهما مشاوها ما جاوا دخلوا منها وما مشاو ليه واش هذا عنده شي تفسير اسكو سي فولو ولا ما الا عندك شي انا كنعتقد يوسف انت راه حضرتي المهرجان وشفتي الدورات ويعني كنتي لمستي مدى التدهور اللي ولا عليه هذا المهرجان على مر السنوات خطير بالنسبه لي المشكل ديال الضيوف الاجانب هذا مشكل ديال الطاقم الفرنسي لانك انت هذاك الطاقم ما بقى كيقدم لك حتى شي حاجه عندك ناس لا تستطيع أن تقنع نجوم بحضور مهرجان مراكش الدولي للفيلم. إذا خصك تحيد هذاك السيد اللي ما قادرش يجيب لك نجم أو نجوم وتجيب ناس ذو خبرة وذو علاقات جداد تكون عنده علاقات حيث ما يمكنش أنا غنجيب سي كيسيون دو غلاسيونيل سي با شي حاجة ماشي هذا لأن المهرجان كانت فيه واحد المسألة جيدة جدا وجميلة جدا وأن ما تعطيش الفلوس وي. وماشي مهرجان دبي عنده وي. مثلا واحد الميزانية ضخمة كتسمح لهم يجيبوا الباتشينو ويجيبوا هذا وواحد قدر معين يعني كيحضروا أي واحد بغاه القيمة والحاجة الجميلة اللي كانت في مهرجان مراكش هو أن الناس اللي كانت كتجيب هاد النجوم وهاد الفنانين كانت عندها واحد القيمة سينمائية كبيرة وعندها أنغولاسيونيل زوين والناس كتحترمها برا كان عندها ان بوان بطريقتهم وباسلوبهم وبثقافتهم كانوا كيستقطبوا نجوم وفنانين كبار للحضور في المهرجان اليوم هاد الناس كاين اللي مشى كاين اللي مات اللي ما بقاش بقاو نفس دوك الوجوه اللي ما تدير حتى شي حاجه اللي كتمشي تبرز في هذاك المهرجان ولا تقدم له اي شيء جديد اذا هذا الطاقم اللي ما قادرش يجيب بالنسبه لي انا شخصيا خصو يتبدل نورمالمون لا اون بيرسون ولا طاقم ديال هذا اللي قادر يستقطب ليا نجوم فنانين كبار ندوزو لخوتنا خوتنا كنتيها ما عنده مسرحيه ما عنده لا حتى تك مسلسلات ما كنفهمش سيتكوم مسلسل ولكن معليش كتقول سي با غراف ما عنده حتى شي عمل فني وتتلقاه جاي تيدور واحد المده طويله د المهرجان وجاي بصحابه وكاينين الناس اللي معروضين لا علاقة لهم بالسينما نهائيا ولا بالتمثيل ولا بتا شي حاجة ومعروضين مدة كاملة تكلمت على السي محمد الجم عجبني الرد ديالو عجبني الرد ديالو قال لهم وقيلا ما بقيتش تنعجب ما معناه يعني كيبقى سميتو محمد الجم كيف ما كان الحال أكيد فنان كبير أكيد حضوره في المهرجان وكان دائما حاضر بمهرجان بأناقته بأسلوبه بشكل دياله أنيق جدا تبارك الله عليه وي اليوم كتجي كتلقى في ممثلين طالع داير واحد الهبال في راسه داير الضحك لابس شي حوايج ما مفهومينش باش يدوز في داك الطابي غوج باش يهضر عليه هذاك اللي كيقلب على البوز داير حاله في راسه ديغيزمون من اجل لا شيء من اجل لا شيء هو ما قدم لا شيء ما عنده والو ما عندوش علاش غيكون عنده حتى حاجه لابس غير لابس شي حاجه ما هياش باش يلفت بها الانظار وملي كيجي كيدير ديك لاغاسيون طلعوا الطابي غوج ولبسوا شي حاجه ما هياش باش يلفتوا الانظار وملي كيجي كيدير شي ديكلاراسيون كيدير ديما شي ديكلاراسيون اللي ما فيها مين تسمع اللي كيدخلوا خشفه في الهضره وما عندها حتى شي معنى فوالا باش كيقلبوا دائما على البوز اونتخلينا داغ المسكه اونتخلي لابس حوايج هالوين اونتخلي جايه بجلابه بحال مسخره الحانوت دونك ولا ان فيستيفال بور موا ان فيستيفال دو ديغيزمون فيه كل شيء الا السينما لا شوف ان موفي ديغيزمون وي نورا ميرسي بوكو الا كنتي كتسمعيني Coucou Nora, avec Sarah. Salut, ça va. Oui, alors j'ai battu l'intervention. En fait, Darna, ça fait presque deux semaines. Deux semaines, on a fait le festival.
ديال السينما دو مراكش اللي فريمون مفتخرين به زعما بيل ديال مفتخرين في فيكتيف فيستيفال شكون اللي شفتي تما كومون سا سباس هضرنا على لا ديزورغانيزاسيون ديال الصحافه c'est Anna j'ai remarqué j'étais pas sur place mais quand des collègues ou là des confrères on va dire plutôt les confrères ou les consoeurs mais sur place ou les quand même organisation mais quand je kiffe chez Drôme les peu le peu d'artistes les canaux sur place qui veulent des tapis rouges ou là de l'affichage télé-réalité ou quand tu vois les quand tu clique là le main ça ou là le micro les radios le plus de views ça fait اما شنو طاري في الفيلم شنو واقع في التو سكيت واحد ما كيتفرج بشي فيلم تمشي عنده تقولي شكون اللي شكون اللي شكون اللي كاين في الفيلم ما يجاوبكش والله ما يجاوبك ماستر كلاس خاوي ماستر كلاس تمشي عنده شكون هما اللي نوميني ما يعرفش شنو هو النوميني حدينا هذا دابا غادي يجبد التليفون غير بشويه بالريت ويجبد جوجل وغيبدا يقلب بحال هكا لتحت وغيبقى يجاوبك اي سون لابا اي سون لابا جوست بور ان بروجيكتور لي كي بروجيت ريان اون فيت انا بعدا جو سوي تري اون كولير من هذا الفستيفال السينما حيت الحرقه ماشي فريمون ضربه الحرقه على هذا الفستيفال جيسبر كو يكون دي شانجمون من هنا بعد اي لي ميديا دابا عندهم ان رول تريز امبورطون في هاد لا كريتيك هادي حيت سي نو كريتيك با لو فيستيفال سينما اللي كبرنا معاه ويهضروا عليه جو بارل با نيجاتيف ولكن غير امتي تاب في لا تابل كي كنقولوا نضربوا لا تابل فينا هو الفيستيفال سينما ديالنا باش بوغ كون بويس غوفير فوالا نعطيو عاوتاني نفس لهاد هذا هو لي ميديا مهمين نقطه مهمه تكلمتي على نقطه مهمه هي ديال ان الناس ساكته وي الميديا هذا دابا خاصهم يجيو فرحانه اسكون فيلا فرحانه غير تمشي خايفه تكتب شي حاجه ما يبقاوش يعرضوا عليها وتا لي زاكتور كيخافوا يقولوا شي حاجه نيجاتيف لا يبقاوش يعيطوا عليهم كلشي خايف كلشي خايف كلشي كيرعد كلشي ما عرفتش انا زعما من غتحرموا من شي حاجه ما كايناش راه فيستيفالكم دوت فيستيفال زعما كلشي خايف الفنان من حقه انه يتعرض للفيستيفال من حقه ان يكون في الفيستيفال من حق ان الفيستيفال من حقه ان يكون عنده الاحترام وتكون عنده هيبه ومكانه ويتعامل معامله الممثلين الاجانب اللي كيجيو للفيستيفال الا جينا نشوفوا مهرجان جوبونس البحر الاحمر ياك اللي كان مؤخرا كنلقاو شارون ستون كتشطح معنا نسي عجرام كنلقاو نبيلة عبيد واقفه كتشطح كنلقاو ممثله مصريه ياسمين صبري اللي هي عزمية ممثلة جالسة مع جوني ديب يعني ما كاينش حنا وأستاذة نورا هادشي عارفة حنا ملي كانت كتكون مثلا سينما مصرية حنا كمغاربة ما كانش عندنا الحق نديو مع المصريين كنا كنجلسو في لاسال مصر من هاد الجي والمغاربة من هاد الجي ولي زانجو سيكيغيتي أو ميليو ملي كيكون تكريم في لي سواغي إلا كنتي محظوظ وكتحط في لا ليست يعني الناس اللي واقفين على المهرجان كيديروا معاك زوين بالعربية وكتكون في لا ليست يعني اغلبيه الفنانين ما كيتعرضوش كيمشيو الفنان هو معروض للفيستيفال كيمشي لاون سواغ وكيتحبس في الباب خاصو عاد لانفيتاسيون ديال ديك لا سواغي بوحدها دونك الفنانين الاغلبيه منهم باش ما يترفضوش من داك الفيستيفال باش يعاودوا يمشيو للفيستيفال ساشون كو الفيستيفال كيامن لهم فقط غرفه الفندق يعني اي حاجه خداوها كيخلصوها ودايو كانت وقعات اللي كيدير واحد الفيلم العام اللي فات وصلوا الممثلين مساكن فيهم الجوع سيتي لا بروميير فوا غيمشيو للفيستيفال دخلوا الاوتيل كلا كومونداو خلصوا 2200 درهم هما ثلاثه الناس زحفوا اعتزلوا مي وي باسكو انت جاي للفيستيفال دونك المينيموم انك غتاكل وتشرب بيان سور انك كتجي غير يومين وبعد مرات كتجي غير نهار دونك الا جيتي وغنعطوك غير الشومباغ وخاص الا بغيتي تاكل تخلصوا دونك تشوف لا لا ما يمكنش اذا الفنان بكل بساطه ما عنده حتى شي قيمه في الفيستيفال الفنان المغربي الفنان المغربي بيان سور وكيخاف يهضر كيخاف يهضر وكيرعد وداك اللي كيوصلك للطابي يقدر لا ما رشقاتش ليه ما يجيبش لانفيتاسيون خاص تكون عندك وكاينين الفنانين منهم انا العام اللي فات تعرضت لا ديغي ديال الفيستيفال كلها عيطوا لي النهار اللي غيدوز فيه الفيلم فوالا حتى وصلت لتما كتقول لي السيده لا بروديكتريس لا يوسف انا منعيت لهم نتايا كاين لا ديغي ديال الفيستيفال كلها ايكوم انا ساكن في مراكش دونك حتى لوطيل ما كناخذوش انا مسامح فيه وحتى ذاك الحضور ديالي ما بغاوش فحضرت نهار واحد اللي غيدوز في الفيلم ديالي ودكزنا في طوابير كبيره كاملين حنا ممثلين وفيلم ديالنا دايت في الفيستيفال وناس وحدين اخرين منهم مؤثرين منهم ناس ما عمرو حتى رجلو في السينما مشاو في لي بي ام كرش خيلور دي فواتور دو لوكس واش انسيستي في الرجوع ما بغيتش نرجع من جامعه فنا وكان معنا فنانين كبار اتونسيون منهم فضيله بن موسى منهم ناس كبار معنا فنانين كبار قمه وقامه حضروا راسهم وطلعوا في الطوموبيل وسكتوا انا ملي بغيت نرجع قلت لهم نو جو فو اون فواتور ديال الفيستيفال اللي كدير فنانين جيت ديري بوحدي
وسما كوتي انا اللي من 9 دونس وانا في جبل فين كنشرب في البر حتى 11 الليل ما سي با غاف جات الصومم ومشيت فيها واخا ما يعاودوا شي حيطو المهم بقى بكرامتي ما غاديش نجي انا نطلب في الفيستيفال باش نمشي نحضر اوتيل باش نخلص ان كافي في لوتيل ب 120 درهم عندك الحق وندير ستوريات حدا موكيت حمر شنو رايك في هادشي هذا راه مهرجان ديالنا يقام على ارض المغرب ويمول من المال العام ولكن ديال الفرنسي والمصريين لي زاجون سيكوريتي فرنسيين كانوا كيحبسوا مخرجه كبيره في المغرب ما خلاوش تدخل انسوا حيت ما كيعرفوهاش وحيت ما عندهاش لانفيتاسيون عندها لانفيتاسيون مي كان عندها الباتش مي ما كانتش حدا لانفيتاسيون ديك لا سواري ولكن راه مخرجه كبيره اي ولكن ديك السؤال اسمحي باش تدخل خاصك لانفيتاسيون باش تدخل ديك لا سواري لانفيتاسيون حيت بلاصتك انت هي تبعت وبحده اخرى كتعرف المقدم تقدم ديال المهرجان فوالا دونك نورا شكرا بزاف على التدخل ديالك اللي كان اكثر من افيكاس شكرا بزاف لانك صحفيه يمكن نقولوا من الاقلام المعروفه الاقلام الفنيه المغربيه شكرا انك ديما كتقولي الحق وكتقولي ما كتخافيش عرضوا عليك ما عرضوش عليك ماشي مشكل دريا راه خاصك تكون صحفيه لا يعرض على شي واحد نورا والله ما نسكتوا هذا شوف هذا هو شعارنا والله ما نسكتوا الفرق انك انت صحفيه كتعرضي وما بغيتيش تمشي حنا صحفيين ما معروفينش ماشي مشكل اذا بينا حنا هضروا عليه بحال هكا في البرامج اللي كتعطي حريه التعبير للناس وكتفتح المجال للصحفي انه يقول داكشي اللي تيامن به وتيحس به وانا احيي البرنامج ديالكم واحيي صراحتكم واحيي الجرأة اللي فيكم يعني اعرف ان انتم كتعرفوا عندكم علاقات صداقه خاصه يوسف عنده علاقات صداقه مع فنانين وممثلين وهذا ولكن تيحاول يفصل ما امكن ما بين لا صافي نورا خرج معهم العيب كامل التعبير والجرأة في التعبير وكنتمنى ان اصدقاء الفنانين يكونوا جلبتهم كيف ما تيقولوا واسعه شامتهم واسعة وانتوكا شوف يوسف خرج للعيد معاه كاع الأصدقاء دياله ولا السبت والحد جالس في الدار لا مهرجان لا سيل ما عيطوا عليه لا مسرحية لا حتى حاجة صافي نورا شكرا لك بزاف ومزيد من التألق شكرا نورا شكرا لكم الله يحفظك